بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أيام قليلة ستمر علينا أيام عزيزة، أيام وأعياد وطنية كريمة. تلك المناسبات والذكرى لها وقع في قلوبنا وفي عقولنا وفي تاريخنا الماضي والحاضر والمستقبل، وهي الأعياد الوطنية 25-26 فبراير. وهذه الأعياد يعني نستذكر فيها الماضي بما فيه من إيجابيات وسلبيات، وتضحيات بذلت من أهل الكويت عموماً ومن الشعب الكويتي للاستغلال والتحرير، كما نستذكر كذلك تطلعات الكويتيين وطموحاتهم اللي كان من خلال الحرص على الاستغلال والسعي له، ومن خلال القتال والبذل والاستشهاد ومنح النفس والمال والجهد والوقت من أجل التحرير، كان من أجل الكويت أفضل ومستقبل أفضل، ومن أجل الحقيقة الكويت أكثر ازدهارا. لذلك هذه المناسبات يجب أن إحنا بالإضافة إلى أن نحتفل فيها ونستذكر فيها العبر، إلا أن إحنا لازم نأخذ خطوات عملية جميعاً كيد واحدة. يجب أن لا تقتصر الأدوار على فقط الحكومة فيما يتعلق بتطور الكويت أو تقدمها، وإحنا مدركين تماماً قدرات الحكومات المتعاقبة وضعفها في أو قدرتها على تنفيذ خطة التنمية. لذلك اليوم تقدمت باقتراح برغبة وذكرت أن خلونا نترجم هذه الاحتفالات بالإضافة إلى الأناشيد، بالإضافة إلى التجمعات والأفراح، بالإضافة إلى استذكار العبر. هذا شيء مهم ومطلوب بأمانة، إلا أن كذلك يجب أن احنا نحول هذه الاحتفالات إلى تحرك عملي جاد ملموس يراه الجميع. الاقتراح كالتالي: أنه خطة التنمية فيها أهداف كثيرة وفيها عناوين كثيرة وبيانات كثيرة، والكثير منها إيجابي، لكن النتائج اللي الحكومة تصل إليها نتائج قد تكون متواضعة. لذلك وهذا أمر إحنا مو راح نخترع العجلة، وإنما هو مطبق في عدد من الدول، الاقتراح كالتالي: أن تقوم الحكومة من خلال جهاز مختص بأن تخصص كل سنة بهدف لتحقيق هدف معين وشعار معين. يعني الخطة التنموية تمشي وتنفذ اللي فيها من أهداف وتطلعات ونتائج مطلوب تحقيقها، لكن نخصص في كل سنة قضية معينة، وهذه القضية فليكن على سبيل المثال، أنا حطيت مجموعة من الأمثلة في المقترح برغبة، فليكن مثلا السنة هذه سنة اللي هو تحقيق النزاهة ومواجهة الفساد. السنة هذه إحنا حريصين ككويت على أن إحنا نرفع اسم الكويت والمؤشرات العالمية لدولة الكويت في مؤشرات مواجهة الفساد العالمي. نبي نحقق نزاهة أكثر على مستوى دولة الكويت. لذلك ايش راح نسوي؟ مو بس هيئة مكافحة الفساد، الأجهزة الحكومية، مجلس الأمة، القضاء، مؤسسات المجتمع المدني، أفراد الشعب الكويتي كلهم يشتغلون لتحقيق هذا الهدف. طبعاً الأهداف الأخرى شقالة، مؤسسات الدولة شقالة، لكن إحنا بنسوي فوكس وبنسوي تركيز على تحقيق هدف كل سنة. هني البلد كلها تشتغل، البلد كلها تعمل، البلد كلها تسعى لتحقيق هدف معين. ممكن السنة الجاية يكون، طبعاً خلينا نقول هاي سنة 2018، تبدأ من الاحتفالات بالعيد الوطني 25-26 أو بالأعياد الوطنية 25-26، وتنتهي بنهاية السنة عند الأعياد الوطنية للسنة اللي، وتكون هناك أهداف واضحة ونتائج مطلوب تحقيقها والمؤسسات اللي تشتغل لتحقيق الأهداف. تعالوا يا الحكومة، مؤسسات تشتغل فيها النتائج المطلوب تحقيقها مع مؤشرات قياس، هيئة مكافحة الفساد هاي مطلوب منك خلال سنة تنفذينه مع مؤشرات قياس، مجلس الأمة مطلوب منك تحقيق 1-2-3 هذه مؤشرات قياس، القضاء مطلوب منك 1-2-3 هذه مؤشرات قياس، جمعيات النفع العام، الشفافية، حماية المال العام،
المحاسبين المحامين مطلوب منكم 1 2 3 4. الشعب الكويتي من خلال كل واحد وتخصصه مطلوب منا كذلك. في نهاية السنة راح نشوف ان احنا حسننا وضعنا في مكافحة الفساد، احنا حققنا نزاهة اكثر على مستوى البلد، احنا ارتفعت ارقامنا في مؤشرات. السنة الجاية خلصنا من هذا الهدف، سوينا اخر شيء احتفال في الاعياد، احتفال عملي هالمرة إضافة لاحتفالات العامة، لكن صار في احتفال عمل إن حققنا شيء حق الكويت. بالعكس صار إن كثير من الناس عززوا الثقة بمؤسسات الدولة إن قاعد تسوي شيء عملي. السنة الجاية خلصنا من هذا الهدف، قد يكون الهدف اللي بعده تحسين الخدمات العامة، تحسين الخدمات العامة على مستوى الصحة، على مستوى الداخلية، على مستوى التربية، ناخذ 3 4 وزارات 3 وزارات. ويكون هدفنا نفس العملية، كل مؤسسة وسلطة من السلطات الدستورية ومؤسسة لها دور بما فيها مؤسسات المجتمع المدني وأفراد الشعب الكويتي. فهني يصير في تنافس. الصحة راح تقول إحنا طورنا 1 2 3 4 5 وصار الآن كذا، والداخلية نفس الشيء، والتربية الجهات اللي عليها خلينا نقول مراجعين كثر. السنة اللي بعدها ممكن يكون تحسين البيئة العامة بكل ما يتعلق بالبيئة العامة، قد يكون السنة اللي وراها هو تنشيط القطاع الخاص، نبي ننشط القطاع الخاص، نبي نحرك البورصة، نبي كذا. إذا نشط القطاع الخاص كلنا إحنا مستفيدين كشعب كويتي. السنة اللي بعدها قد يكون موضوع اللي هو دعم التوظيف في القطاعين العام والخاص وإنقاص نسب البطالة. كل سنة فيها قضية، ولها قضية الكل يعمل على إنجازها، وفي مؤشرات قياس، وفي شفافية في الإعلان. هنا نستطيع أن نقول أن احتفالاتنا بالأعياد الوطنية تجاوزت الاحتفالات العادية والأناشيد والتجمعات والأفراح، وإن كانت مطلوبة لأن هذه مهمة الحقيقة كذلك في حياة الشعوب، لكن إحنا محتاجين كذلك أن نطور من بلدنا. لذلك لما تسيء والفرحة تسير فرحتين، فرحة أن احتفلنا بالذكرى كذكرى، لا وطورنا بلدنا في قطاع من القطاعات في مواجهة الفساد، في الحوكمة على سبيل المثال في سنة من السنوات حوكمة مؤسساتها موجودة في خطة الدولة، لكن نبي نركز عليها ونبي خطوات عملية ملموسة تصير في نهاية كل سنة. هذا المقترح آمل أن تنظر له الحكومة والأجهزة المختصة في إدارة خطة التنمية بشكل جاد، لأنه هو خطوة عملية نحو تفعيل خطة التنمية بشكل آخر، نحو أن إشراك المجتمع ككل. ودائما يقولون في الخطابات المسؤولين الحكوميين أن القضية ليست قضية حكومة إنما قضية مجتمع وقضية تفاعل مجتمع مع الخطة، وكلهم يسعون خلي يكون هذه الخطوة نربطها بالأعياد الوطنية، وبالتالي يعني سوينا حق بلدنا شيء، عمرنا بلدنا بطريقة صحيحة، دفعنا أكثر. والمسألة الإعمار والتطوير تأخذ سنوات، لكن إذا الشعب الكويتي إن هناك خطوات جادة، والله راح تلقون الشعب الكويتي أكثر الداعمين للحكومة وداعمين لمؤسساتها، وتعزز الثقة بالسلطات الدستورية وتخلي البلد أكثر قوة على مستوى جبهته وعلى مستوى إعمار وبناء بلده. الأمر الثاني أنا قلت من شوي إنه ليس اختراعا للعجلة، ترى الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة عندهم سنوات محددة، كل سنة مرة سنة لأن نرفع مؤشرات العالمية، أن احنا نرفع معدلات دولة الإمارات في المؤشرات العالمية. في سنة سموها سنة الخير، أن يعمل الخير في سواء كدولة أو كأفراد. فبالتالي أكو تجارب على مستوى العالم في طريقة تفعيل الخطط وإشراك المجتمع بما فيه القطاع العام والقطاع الخاص، الاقتصاديين، أصحاب العمل الخيري، أصحاب المجتمع المدني في قضايا معينة، وأفراد الشعب الكويتي عموماً. ترى في طاقات بالذات عند الشريحة الشبابية من الأولاد ومن البنات طاقات جبارة، خلونا نستفيد منها وخلونا نعززها بطريقة إن شاء الله أكثر فاعلية. وشكراً لكم، الله يجزيكم خير. وهذه نسخ إن شاء الله من المقترح برغبة وزع عليكم، نأمل إن شاء الله أن يكون لا صدى وأن إحنا ساهمنا في أعيادنا الوطنية بشيء يخدم البلد. عبد الله، يعني بالنسبة للعنصر البشري وتنمية النشأ حتى يكون الكلام اللي تفضلت فيه يطبق على أرض الواقع، لابد أن يكون اهتمام من النشأ من هو يعني من المرحلة الابتدائية، بحيث أن يكون عنده ثقافة مهنية، ثقافة
عدم اللامبالاة اللي قاعد تحصل الحين. نشوف يعني بيروقراطية، نشوف الثقافة المهنية لدى الموظف متدنية، يعني طبعا لدى البعض هناك إطارات شبابية لا شك، ولكن نتكلم على بعض يعني أنت الحين تروح مثلا الوزارات تلاقي إن دامنا في إجازة يوم الخميس أو الأربع بعض الموظفين يعني يتعذر بطبية إلى آخره. فالشاهد إن يعني العنصر البشري وتربية النشأ هذه ضرورية، ما لم يتم هذا الأمر لا أعتقد أن يكون هناك يعني في تطوير للفضل فيه. يعني فعلا انا اتفق معك، عمليه التربيه وعمليه الثقافه العامه وتعزيز قيم معينه مهمه جدا. واحد من المقترحات اللي قدمتها اللي هو تعزيز القيم الوطنيه، يكون سنه تعزيز القيم الوطنيه او سنه توطيد الثقافه العربيه والاسلاميه والدستوريه. زين، الفكره شنو؟ ان احنا فعلا احنا محتاجين نعزز قيم. لما تقول والله الوحده الوطنيه هذه قيمه لازم نعززها، الولاء للبلد هذه قيمة لازم نعززها، عملية على سبيل المثال الإخلاص في العمل وعدم تجاوز القانون وسيادة القانون هذه قيمة من القيم. لذلك هذه مهمة جدا. أنا الآن ما أقول أن نبدأ بمكافحة الفساد قبل، يمكن في النهاية الدولة أو الحكومة لها خيار، يمكن تبدي بتعزيز القيم أول سنة، ولما يصير في تعزيز قيم راح تشوف يمكن انتاجيتهم السنه اللي بعدها اكثر. زين، في النهايه هم لهم الخيار في، لكن هي اليه العمل بهذه الطريقه اذا قدروا يسوونها، وهذه ما تتعارض مع خطه التنميه، لكن قاعد تفعل هدف تركز عليه وتخلي الجميع يشتغل فيه. لكن لما يصير الحين في تفعيل الخطه كل مؤسسه بروحها تشتغل، ها يعتمد على الوزير ولا يعتمد على القيادي ولا يعتمد على المسؤول هني ولا هناك، بعضهم زين وبعضهم ها متواضع في أدائه، أكيد في النهاية خطة التنمية راح تكون متواضعة. لكن لما كل الكويت تصور كل الكويت تشتغل على الموضوع، شلون راح يتحقق الهدف؟ فأنا أقول الخطة شقالة بكل أهدافها، تحقق اللي تحققها وخلها ماشية حسب السيستم اللي ماشي الحين. لكن نقينا شيء ولنبدأ في تعزيز القيم والثقافة الكويتية بقيمها العربية والإسلامية وهويتها الخاصة، واللي ممكن تبني يعني مجتمع يعني صح التعبير صحيح من ناحية القيمية والثقافية، ويساهم في المستقبل في هالقضايا هاي بشكل أكثر فعالية. الله يعطيكم العافية.